مرحبا بالمشاهدين شهوة 360، معكم بايجة بالحداد من مازاغون غولف ريزورت بيش. اليوم غنقدم لكم ان شاء الله لي كريب معمرين بالكبسة. دابا غادي نبداو بالحشوية الاولى. عندنا بصلة كبيرة مشلطة، عندنا الربيع مقطع، عندنا الكبسة، خيزو محكوك، قرعة محكوكة، الملح، بزار. وعندنا العجينة ديال الكريب، غادي نحتاجو 300 غرام ديال لافارين، نحتاجو 4 المعالق ديال الزبدة دايبة، كاس ديال الحليب، كاس ديال الماء، جوج بيضات، معلقة ديال الجبن. دابا غادي نبداو على بركة الله. غنديرو بصلة، مع شوية زيت، نديرو شوية البزار، شوية الملح، نديرو شوية الربيع، نلوحو خيزو مفكوك، قرعة خضرا مفكوكة، نزيدو الكفتة، دابا ملي كملنا الحشوة خليناها تبرد، غنبداو بلي كخيب. كنديرو كاس ديال الماء، كاس ديال الحليب، جوج بيضات، أربعة المعالق ديال الزبدة، معلقة ديال الجبن، شوية الملح، كنخلطوهم، كنبداو نزيدو لافارين شوية شوية، دابا الحشوة ديالنا هي موجودة، لي كخيب هما واجدين، غادي نعمروهم، غنحاولو نسدوهم بشوية لافارين والماء. من بعد ما عمرنا لي كريب ديالنا، هذا هو الطبق النهائي ديالنا. بالصحة والراحة.